بك رب ضليت ما بي ثمرة. في السماوة البحث جار عن فسحة، البحث متواصل عن رقم سواء للزائر أو النخلة، واحد اثنان ثلاثة، الحكم الحكم من سيحسب فيحسب، ربما حضرت كل السماوة، فالضيف ليس تقليديا، فكان لكل أهل السماوة أحلى مهرجان بأن كرم الزوراء، فانضم الأخير لقائمة كل زائري المدينة يغادرونها دون أن يرسموا الحزن والخيبة، فالضيف يغادر بلا فوز أو انتصار في الدوري، فقط يحظى بمراسم الكرم والضيافة. حاضرت كل السماوة، لكن الأهداف وحتى خطورة الهجمات غابت طوال 90 دقيقة، والزوراء أراد ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع، فحصل عوضا عن ذلك على بطاقة صفراء، فأصبحت الصدارة مهددة ببصمة الشرطة في بغداد ولو بفارق الأهداف. قبل أن نترك السماوة تذكروا التمثيل، فهو سيتكرر لاحقا على ملعب الشعب في مباراة الشرطة. ماذا كان يدور في ذهن باكيتا مدرب الشرطة؟ والصدارة باتت في متناول اليد بمصادرة النفط ولو بهدف واحد يهز الشبكة. لا تدعوا الأمر يلتبس عليكم، فالشرطة هو الذي يرتدي الأخضر، ومرماه كاد يتلقى في الأول هدفا لولا براعة الحارس محمد حميد في درء الكرة عن مرماه في أخطر هجمة. ظل الجمهور الوفي ينتظر، فكانت هذه من المخرج للمشاهدين هدية كإبداع وحيد في الشوط الأول من كل لاعبي الشرطة. من كان يشك نؤكد دحضا لأي التباس، الشرطة بالأخضر والحارس محمد حميد حرم ليث تحسين من افتتاح التسجيل ولو بطريقة معقدة بعض الشيء في الإبعاد. سدد الشرطة مرة على المرمى في الثاني، لكن حتى كرة علاء مهاوي ما احتاجت تدخل الحارس. في السماوة حضر التمثيل من وجهة نظر التحكيم، وعلى ملعب الشعب نختم بسيناريو مشابه، فما حصل الشرطة على جزاء وما صادر من النفط كل النقاط، فظلت الصدارة كما سنتابع بعد التقرير، ظلت بالنقاط للزوراء. حيدر الوتار، صدى الملاعب.